اخشى عليكم. أنا فقط مداخله يا استاذ الغالي. تفضل. انه ليس من حق هيئه السياحه اليوم اعطاء اي اجازه لاي مرفق سياحه بافتتاح ملهى ليلي. هذا الشيء مو من ضمن قوانين هيئه السياحه اصلا، مو من حق. لا انا اتحدث عن الرقابه، الرقابه تاتي بعد موافقه، واصلا انا مو من حقي امنح، فكيف اراقب؟ فهنا هي المشكله. بعد المن تمنح الاجازه؟ في ماكو موافقه لاي ملهى. لا مو الملاهي، مو ملهى، المن يعني تفتح الموافقات الرسميه تعطى من قبل دائره التصنيف في هيئه السياحه لكل المطاعم، تصنف حسب درجتها، اي تجهيزها، العاملين فيها، الخدمات اللي تقدم، مكانها، موقعها، مساحتها. يصنف هنا المطعم او المرفق السياحي ايا كان بالتصنيفات المعروفه، هي الخمسه الفايف ستار وما دونها الى درجه الفايف ستار. تنطي السياحه اجازه لفتح ملهى داخل هذا المطعم؟ لا. الملهى بكل الاحوال بكل ترتيب حاليا غير موجود اي ماذونيه او اي شرعيه من قبل اي جهه داخل الدوله العراقيه بفتح. استاذ خالد، هو مو ملهى، ما حد راح يقول لك انا ساذهب الى الملهى، راح يقول لك احنا راح نروح للكازينو. هي كلمة حق يراد منها باطل، أنا رايح مثلا المطعم أو رايح الكازينو، لكن حضرتك تعرف وأنا أعرف والمتلقي يعرف أنه هذا المكان مشهور. أنا إذا تجين على فتح المرفق أو عدمه، أنا مع فتح المرفق وليس ضده. ليش؟ لأنه بالنسبة لك أنت العراق مو فقط إسلامي، العراق متنوع. نعم. وبالتالي أكو حاجات يقبلها الآخر أنا ما أقبلها، فبالتالي هذه حقوق الآخرين احنا لازم نؤمن بها. لكن قانونا ماكو اي تشريع بالدولة العراقية يجوز فتح ملهى ليلي او كازينو على قولتك.